بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عندنا ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء إلى الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يمد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
مشکل حل ہو مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجود کے واسطے ہر بلا رد ہو شہدائے کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت تو دوسرا سالانہ عرس کا میرا توفیق عطا فرمایا مولا پروردگار آغاز سے لے کر تمام پروگرام کو قبول اور مقبول فرما مولا اے اللہ سندر مالک کو قبول مقبول عطا فرما مولا اے اللہ چادرین کو قبول مقبول عطا فرما مولا کل کے تمام قوالی کے محفل تمام کو قبول مقبول عطا فرما اس طرح آج کے بھی جشن خلافت کو قبول مقبول عطا فرما مولا اسی بچوں کے پروگرام اس وقت تمام محفل سما کو قبول مقبول عطا فرما مولا اس کا تمام ثواب اے اللہ سب سے اول صاحب اولاد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت بے قصبرہ ہمیں نظرانِ حقیقت و حصہِ ثواب کو پیش کرنا قبول عطا فرما تاجر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کل انبیاء کرام اصحاب کرام تابعین کرام تابعین کرام آئمہ کرام مستحقین کرام شہداء کرام صدیقین کرام صوفیاء کرام ازواج مطہرات النبی و اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس سارے ثواب کو پیش کر کو قبول عطا فرما چار پیر 14 خان والے کے تمام عہدے اللہ کے ارواح پر نام